يواصل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي جهوده من أجل توسيع نطاق مبادراته المجتمعية لتشمل قطاعات إضافية وزيادة انتشارها في إطار توحيد جهود مؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، وبما يساعد على تحسين حياة المواطن. أعلنت مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إطلاق قافلة طبية بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، تستهدف نحو 400 مستفيد على الأقل. تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي أطلقت مؤسسة راعي مصر قافلتها الطبية بمركز كرداسة التابع لمحافظة الجيزة، تستهدف القافلة نحو 400 مستفيد على الأقل. كل يوم بنعمل قافلة، متوسط عدد القوافل شهريا 460 قافلة على مستوى الجمهورية. مؤسسة راعي مصر تضم 30 عيادات متنقلة على مستوى الجمهورية، بيخدم فيها 50 فريق طبي. احنا النهاردة فريق الجيزة في كرداسة، نعمل قافلة في 6 تخصصات. مؤسسة راعي مصر احدى مؤسسات التحالف الوطني، عندنا اكتر من قطاع. اكبر قطاع عندنا هو قطاع القوافل الطبية، بيشمل الجمهورية كلها من اسكندرية لأسوان. عندنا تقريبا 30 موبايل كلينيك زي ورايا كده، كل محافظة فيها واحدة او اتنين موبايل كلينيك، يعني عيادة طبية متنقلة بتبقى عبارة عن عربية مجهزة بالأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، وبيبقى معنا الأدوية والأطباء وفريق العمل. كما تطلق مؤسسة راعي مصر أيضا مبادرة أطفال أصحاء بالتعاون مع أحد البنوك، وتستهدف الكشف على الأطفال من سن يوم وحتى 18 عاما. تشمل القافلة تخصصات أسنان والباطنة وأطفال وأنف وأذن وجلدية. التخصصات اللي موجودة فوق ال 11 تخصص موجودين بفضل الله. انف واذن موجود، تخاطب موجود، العظام موجود، الجلديه موجود، البطنه موجود، الاطفال موجود، تاخد بال حضرتك، شعر، تخسيس، نحافه، اسنان، رمض. عايز اقول لحضرتك السعر بتاع النضاره جميل جدا، مش موجود على مستوى مصر. اهل البلد والله اهل البلد كلهم مستفادين من الكلام ده الصراحه، يعني من بلدنا والبلد اللي حوالينا، وناس كتير بتيجي من كل حته يعني على المركز كله يعني بتاع كرداسة. وتخطط مؤسسة راعي مصر التابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي إلى إطلاق 4 قوافل شهرية لخدمة الفئات الأولى بالرعاية من أهالي كرداسة، في إطار توفير خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.